إقامة الولاية. هذا المشروع كان هو الأخر المسجل في سنة 2016، كان مجمد أو جدنا مراسلة من الوزارة على أنه لا يتم التصرف في هذا المبلغ جمدا. بعدها سنة 2020 قمت بعدة مراسلات مع تقارير وصور لهذه الإقامات وإرسالها إلى وزارة الداخلية والجمعيات المحلية، أين تم رفع التحفظ هذا تدريجيا على هذه الإقامات، وقمنا بالشعور في الدراسة ومتابعة الدراسة، والآن الإقامات هذه راهي على مستوى الإشهار من أجل عملية الإنجاز، لأنه عملية الدراسة شدت لها وقت كبير. إذا هذا المشروع هو قيد الانطلاق، نكون إن شاء الله في غانب ننتظروا نفتحوا الأرض ونشوفوا شكون المقاول اللي غادي تسفر عليها عملية الاستشارة، وينطلق في أقرب الأجل. بالنسبة للمشروع الخاص بدراسة ومتابعة وإنجاز مساكن مخصصة، هذا عندنا ثلاث مساكن مخصصة والتي كذلك لم نجد الأرضية لإنجازها، وعليه تم اختيار الأرضية داخل مقر الولاية بجانب مديرية التنظيم والشؤون العامة، والدراسة تمت وهو الآن على مستوى الإشهار، ويعلن عن المقاول وتبدأ الإشهار في أقرب الأجل، ما بقيش فترة الدراسة كل. إذا بالنسبة لل